ثاني شيء نحن اليوم مو يعني خسرنا الخسارة الكبيرة، يعني هاي بس تلميحا يعني مقولتك، لكن نحن اليوم ظلمنا في الانتخابات من مثل ما ظلمت باقي الأحزاب اللي موجودة في العملية السياسية، وعبرنا هذا الموضوع حفاظا على العراق وعلى وحدة العراق. ثانيا، حل البرلمان هو لا يكون إلا في طريقتين وهو موجودتان في الدستور، أولها إرسال رئيس الوزراء إلى رئيس الجمهورية ومن ثم إلى البرلمان، أو البرلمان يحل نفسه. وفي الطريقتين هي البرلمان يحل نفسه، وما أتصور اليوم طرف من الأطراف اللي موجودين في العملية السياسية هو مهيئ لحل البرلمان. المستقلين اليوم معظمهم أتوا يعني في هذه الانتخابات في غمرة من الناس، وبعض الأحزاب ما كانت مكاسبها هذه في الانتخابات الماضية ولا هذه الأرقام عندها من المقاعد، فما تغامر بحل البرلمان والذهاب إلى الانتخابات المبكرة. ثالثا، حتى الأحزاب اليوم اللي تيد حل البرلمان هي تيد صحح عملية الانتخاب وصحح مفوضية الانتخاب وقانون الانتخاب، وهذا أيضا يحتاج لوقت. لكن مثل ما قال جنابك الكريم، هناك ضيفك الكريم عفوا، هناك مبادرات جدا كبيرة ونحن نعمل على هذه المبادرات، من بينها أن يوحد البيت الكردي صفه ويأتي إلى بغداد موحدا، وأيضا أن يكون تقارب بين الإطار والتيار، وهذا ما نعمل عليه في قوة. شوف جنابك الكريم، كل الخلافات اليوم اللي موجودة في العملية السياسية هي سببها الدستور العراقي، لأن الدستور العراقي بني على التوافقية السياسية في كل فقرات الدستور، في كل فقرات الدستور، ولا فقرة من فقرات الدستور ما وجدت فيها التوافقية السياسية. حتى رئيس الجمهورية لم يذكر في الدستور، قال انتخاب رئيس الجمهورية، لكن في المادة 123 قال مجلس رئاسة، يعني رئيس ونائبيه. ولهذا السبب انه كل اللي موجود في اليوم في الدستور هو توافق سياسي. احنا اليوم نتصور انه المرحله مو مهيئه للاغلبيه السياسيه، مهيئه للتوافقيه السياسيه، ونتصور ان نجعل هذه المرحله مرحله انتقاليه بين التوافقيه السياسيه وبين الاغلبيه السياسيه. هذا ما طرحناه على كل الاخوه.